اللي بيترجم المحبة بيني وبين وائل انه ولا مرة حسينا انه في قعدة فنانين. ما بنقعد قعدة فنانين صدقا والله العظيم ابدا. يعني بنقعد قعدة ضحك، اكل، سهرة، تنكيت، ما في جو ابدا. يعني ما في جو الشحن تبع الفنانين، وهذا يمكن بيعود لنشأتي ونشأته. شو اللي بيجمعك بوائل وما بيجمعك بغير فنانين؟ قاعيتنا ركبة كيمياء أنا وياه فظيعة. يعني بيصلني كل شيء بيحكيه بظهري، وأنا بعتبر وائل من الناس اللي بنشوف الحال فيهم. يعني نحن بلد صغير الحجم وكبير القيمة إن شاء الله، ولكن نحن مجموعة فنانين عم نغني شباب، يعني بينعدوا 10-12 واحد، 9 اللي هن اللي مبينين، يعني قصدي اللي بيطلعوا عربيا. وائل من الناس اللي بيبيضوا الوجه وبتقولي إنه أنا من لبنان، عنا وائل كفوري.